بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع هذه الانطلاقات وانطلاقة الشوط 21 الخاص بفئة الإبكار الحقائق ومسافة 4 كيلومترات الحاضرة معنا مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات في هذا المهرجان الكبير مهرجان ولي عهد دبي لعام 2019 للميلاد. نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى ليتابع انصيبه للسيد سعيد بالعثة بالخزع العامري من يقدم لنا انصيبه على المركز الأول والتحديات الأولى. نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني ليتابع وصول من الدار للسيد سلطان بن راشد بن كشيم الشامسي على المركز الثاني والمركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام مياسة للسيد محمد بن علي بن محمد النيادي هنالك مياسة للسيد علي بن مبخوث بن علي الكثير من يقدم لنا مياسة مع هذا الانطلاق وهذه التحديات. المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام سهام عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي القادم هنا على المركز الرابع والمركز الخامس خامس التحديات والانطلاقات مخيلة حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا مخيلة في هذه اللحظات والمركز الخامس نتابع هنالك على خامس التحديات الوصول من الشاهنية خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي بدأ يتسلل هنا مع هذه الانطلاقات المميزة وأيضا الوصول من الجانب الأيمن على المركز السابع سلهود السيد محمد بن سالم بن ديول الدرمكي من يتقدم الآن والمركز الثامن نتابع هنالك القدوم الانطلاقات المميزة على ثامن التحديات قناعة محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي من يقدم لنا قناعة في هذه اللحظات أيضا القدوم والتحديات المميزة من قبل المدينة ناصر بن سليمان الدوحاني ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني من يقدم لنا المدينة وهنالك الوصول ورحب بهذا الشعار بشعار الشاهنية القادمة بشعار مبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي من يقدم لنا الشاهنية ونختم النداء مشاهدينا ومتابعينا الكرام القادمة والمنطلقة مشكورة محمد بن سعيد بن سرود الخيالي وصل شعار بن سرود ولكن نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة إلى التحديات الأولى مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء ومن تسيطر على المركز الأول الدار سلطان بن راشد بن كشيم الشامسي من يقدم لنا الدار على المركز الأول وعلى التحديات الأولى ولكن التغيرات هنالك مع سلهودة محمد بن سالم بن ديول الدرمكي من يقدم لنا سلهودة نتابع ايضا هنالك القدوم والوصول مشاهدينا متابعينا الكرام بدا التسلل بدا الانطلاق بدات التحديات يماله القادمه عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطه الغفلي من يقدم لنا يماله ويا الله بالجماله يا مالك جماله هنا من انطلقت على المركز الاول وعلى المقدمه الاولى يتواجد الغفلي يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط والكيلومتر الاخير الكيلومتر الخطير كيلو التحديات القادمة مكرمة لسيد سيف بن علي بن سالم بوظفيره العامري وصل شعار بوظفيره أول نداء لانطلاقة هذا الشعار شعار بن سرود متواجد في قمة التحديات وقمة الانطلاقات الأولى ولكن من القادمة الشاهنية مبارك بن حمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الشاهنية على المركز الرابع هنالك أسماء وشعارات قادمة ولكن نعود إلى المقدمة الأغفري مع يماله يماله على المركز الأول يماله على المقدمة الأولى ولكن الشاهنية مبارك بن حمد بن سالم آل وهيبي أبناء السلطنة القادمين ولكن أتابع من الجانب الأيمن رمضة محمد بن خميس بالسم المنصوري من يقدم لنا رمضة 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 انطلقت بالمقدمة انطلقت بالصدارة بالتحديات الأولى أيضا شعار بن رويشد القادم مع انطلاقة احتلال عبد الله بن رويشد الجهني من يقدم لنا احتلال القادمة هنا على ثالث التحديات ولكن المنصوري المنصوري على المقدمة على التحديات الأولى رمضة رمضة محمد بن خميس بالسم المنصوري أبناء الوثبة سلامي على الوثبة سلام على
لهذا الأداء الكبير. رمضة رمضة مع الفوز والانتصار، تهانينا والناموس المالك رمضة محمد بن خميس بالسم المنصوري، والمركز الثاني احتلال عبد الله بن رويشد الجهني، والمركز الثالث كان الوصول مع الشاهنية مبارك بن حمد بن سالم الوهيبي، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الرابع مكرمة سيف بن علي بن سالم أبو ظفير العامري، والمركز الخامس كان الوصول على خامس التحديات مع غاية محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي. نعود بالتوقيت الزمني توقيت رمضة صاحبة المركز الأول، وسلاماتنا للوثبة 5:57 جزءا واحدا من الثانية هو توقيت رمضة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت احتلال 5:58 وجزءا واحدا من الثانية احتلال السيد عبد الله بن رويشد الجهني، ومشكور يا عبد الله بن رويشد من قدم لنا احتلال. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان التوقيت الزمني لصاحبة المركز الثالث 5:58 5 أرزاء من الثانية صاحب المركز الثالث.